كالمعتاد زي ما تعودنا كل سنة أو كل كام شهر بيبدأ هجوم صارخ على شيرين عبد الوهاب لما كانت في آخر حفلة ليها في السعودية. قبل ما أبدأ أعقب على اللي حصل لأن أنا شايفة أن في جانب سلبي وجانب إيجابي، هعرض لكم جزء بسيط جدا من الفيديو بتاعها عشان نبدأ نتكلم. ما نقدرش نستغنى عن الرجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه احسن، ولا ايه انتوا شايفين ايه؟ ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عينيهم؟ خلاص رفعنا الرايه البيضاء. ما نقدرش نستغنى عن الرجل في حياتنا. شيرين عبد الوهاب الفنانه العفويه اللي بتتكلم بتلقائية، بتتكلم ببساطة، ممكن تكون غلط، ممكن تكون ما بتعرفش تعبر، ممكن تكون بسيطة زيادة عن اللزوم، وساعات الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. فكالعادة هي كان قصدها تهزر وتهرج وتعمل جو كده من الفكاهة وسط الجمهور بتاعها اللي كان بيشجعها جدا في الحفلة، بس للأسف جت تكحلها عمتها. عملت ايه يا شيرين؟ بتتكلم في السعودية ان لازم ان احنا نسمع كلام رجالتنا وان احنا نبقى حاسين بيهم وبدورهم. طبعا الهجوم اللي جاء عليها من كتير من السعوديات، لان هم في ناس كتير ممكن يكونوا عندهم مثلا مشكلة ان هم مش حاسين بالحرية قوي وي وي وي، وده راجع لتقاليد وعادات بلدهم. بس أنا عايزة أقول إن هي بتتكلم صح، شيرين بتتكلم صح. أيوة نسمع كلام رجالتنا، أيوة نستحملهم، دورنا ده دورنا على فكرة واجب علينا. هو أنا لازم أقف كده أبقى راجل زيه؟ هو أنا زي ما كنتش أزاع وعلي صوتي وأعمل موقف وأسيب البيت وهدد وأرفع قضايا كده أنا مش هبقى ست وليا كياني وليا وضعي في المجتمع؟ لا، على فكرة هي بتتكلم صح وأنا بأيدها جدا جدا جدا، وناس كتير جدا بتأيدها. عادي يعني لما دورك كست في بيتك، دورك كست في حياتك بعد ما طلعتي من بيت أهلك، إن أنتي تحافظي على الراجل اللي معاكي بالحب وبالحنية وبالاحتواء وبالأدب وبالهزار وبالدلع وكل حاجة. إيه يعني لما تتحمليه؟ طب ما هو متحملك، متحملك على فكرة كلك على بعضك، متحملك إن هو أنت بقيتي مسؤولة منه، لازم إن هو يوفر لك الأمان، لازم يوفر لك الماديات اللي تساعدك على عيشة محترمة سوية أدمية، لازم إن هو يوفر لك الاحتواء. أكيد يعني مش كل الرجالة يعني استغفر الله العظيم، يعني مش لازم كده على طول نقد 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 نقد. يعني هقول تاني وبقول وكل حلقة هقول، زي ما في ستات رقيقة وجميلة وممكن تكون مظلومة، في ستات قوية ومفترية، وزي ما في رجالة جامدة وناشفة وممكن تكون مش عارفة تتعامل مع ستاتها، برضو في رجالة حلوة وحنينة وجميلة وبتقدم الحلو كله. أنا شايفة وكتير غيري إن هي كمضمون كلام، كمضمونها في الكلام ان هي صح. وبعدين احنا ليه ما نفكرش كصبايا وكستات وكبنات ان شيرين من بعد ما عاشت قصة الحب مع حسام فهي فعلا بتصدر لنا الطاقة الإيجابية؟ احنا ليه ما ناخدهاش من المنظور ده؟ فعلا هي اتغيرت، الحب باين عليها، الفرحة باين عليها، أصغر منها، أكبر منها، أطول منها، أقصر منها، ملناش فيه، مش حياتنا ومش حتتنا، وأصلا عيب إن إحنا نتدخل فيه. لكن ما ناخد أهو كل الرجالة تتفرج، بص الراجل الحلو بيعمل إيه في مراته، بص الراجل الحلو بيخلي مراته حلوة إزاي، سعيدة إزاي، فرحانة إزاي. كل ما هتبقى لطيف كل ما هتلاقي الحلو كله. أنا شايفة إن بالراحة عليها، وطبعا يعني اتمنى ان هي ما تنسجمش قوي كده مع جمهورها، لان هي فعلا بسيطه زياده عن اللزوم، فممكن تقع في الغلط غصبا عنها. فخلاص انا شايفه ان في ناس متربصه، انت قلتي ايه؟ لا قصدك كذا، انت مش عارفه ايه، يبقى غلطانه، يلا منعوها.
صوتها جميل وصوتها عذب، وفنانة مصرية جميلة بترفع راسنا في بلاد كتير، بتتعامل بحب وبتلقائية وبنقاء زي ناس كتير زينا بيتعاملوا بشفافية. مش لازم كده نمسك الكرباج ونفضل سلخ سلخ، لا مش لازم، نحب بعض كده ونبقى ناس حلوين وعادي يعني لما ندي الراجل حقه شويه 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 نفس، ما الدنيا يعني بتبقى جايه عليهم كتير برضو. وهرجع اقول انا مش مع حد، انا لا مع الراجل ولا مع الست، انا شايفه بجد ان الموضوع نسبه وتناسب يعني. فمن كل قلبي بقول لها ربنا يوفقها، على قد ما تقدري يا شيرين اتغيري في ان انت ما تطلعيش كل طبيعتك وعفويتك للناس، لكن من جواكي داخليا في حياتك في بيتك مع ولادك مع جوزك خليكي زي ما انت بيبي كده، خليكي طفله جميله كده، احنا بنحبك كده.